السلام عليكم سارة. تكلمينا على الحضور ديالك اليوم في الافتتاح. أنا طبعا سعيدة أنني من بين الضيوف اللي اختارهم باش أنهم يكونوا حاضرين معهم في هذه المناسبة الجميلة، افتتاح ديال المركز التجميل ديالهم جديد، وأنا جد سعيدة أنني حاضرة معهم، وكنتمنى لهم التوفيق أكيد، وكنتمنى إن شاء الله أننا نكون قدام الرباح اليوم إن شاء الله. سارة، تكلمينا على المشاركة ديالك في مسلسل جنين. إحنا كنا شفناك أون تورناج، ودابا مورا ما تعرض على الشاشة لقى واحد نجاح كبير، واش كنتو متوقعين داك الصدى؟ شوف، أي عمل كنشتغلوا فيه كنأمنوا به إحنا كفريق عمل في الأول، لأنه إلا ما آمناش به ما يمكنش غادي يوصل هذاك الإيمان للجمهور المغربي. فإحنا طبعا كنا مأمنين بالعمل ديالنا ومتأكدين من النجاح ديالو. هي النتيجة كنشوفوها اليوم، إحنا كنا على الشاشة المغربية، بالأخص أننا اليوم حنا كنتفرجوا بحالنا بحال الجمهور المغربي، كنشوفوا العمل يعني متكامل، كنشوفوا جميع المشاهد اللي ما كناش حاضرين فيهم، وكنتفاجئوا بحالنا بحال الجمهور المغربي. وأنا جيت سعيدة بالعمل ديالنا، سعيدة بالنتائج اللي حققها، سعيدة بالرسائل القوية اللي كيوصلها، سعيدة بالحب اللي اشتغلنا به. أكيد أن الحب اللي اشتغلنا به والإيمان اللي آمنا بالشخصيات وصل للجمهور المغربي، وهالشيء هذا هو الهدف ديالنا. احنا بالاساس دائما فاش كنشتغلوا في العمل هو ان نوصلوا الرساله بطريقه حبيه للجمهور المغربي. سارة، شاهدتي اعمال اخرى اللي تعرضت؟ اكيد شفت مجموعه من الاعمال، ومن بين الاعمال اللي انا تابعتها بقوه واللي حبيتها بحالي بحال جميع المغاربه بالقصور، مشكورين على 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 الابداع وعلى الاحترافية. جميل جميل أننا نشوف الدراما المغربية في تطور ملحوظ، وهذا الشيء كيفرح. وكنبغي نبارك الفريق العمل ككل على 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 هذا المنتوج النظيف اللي عطاو الجمهور المغربي. متعة كتمتعنا بها خلال شهر رمضان، ونتمنوا إن شاء الله الاستمرارية، ونتمنوا أن جميع الأعمال اللي جاية مستقبلا تكون في نفس المستوى وأكثر كذلك. دونك سارة راضية على المستوى اللي غادا به الدراما المغربية حاليا في الآونة الأخيرة؟ أكيد أكيد أنا راضية على المستوى ديال الدراما المغربية، وراضية على النتائج اللي كتحققها، بالأخص أنها اليوم ولات كتعرض خارج أرض الوطن، خارج المغرب، يعني في دول عربية أخرى، وهذا شيء مشرف، ولا كيدل على شي حاجة، كيدل على أننا في الطريق صحيح. سارة، كاينين اعمال في الطريق؟ قريب ان شاء الله على القناه الثانيه غادي نشوفوا مسلسل ناس ملاح اللي سبق وذكرتوا معكم في المنبر ديالكم، كنتم انتم الاولين اللي غادي تاخذوا الخبر. ناس الملاح كيهضر على اليهود المغاربه اللي كانوا كيعيشوا في صويره، وانا جيت سعيده انني كنتقمص الدور ديال اليهوديه مغربيه جنين، وانا حبيت هذه الشخصيه بزاف لانه اول مره كنادي دور بحال هكا، وكنتمنى ان هذاك الحب اللي اشتغلت به واللي حبيت به الشخصيه يوصل للجمهور المغربي، وانا متاكده من النجاح ديالو ان شاء الله. اكيد ان شاء الله غادي يوصلنا. كلمه للجمهور لاله مولاتي اللي كيشاهد. قبل ما نشكر الجمهور نبغي نشكر لاله مولاتي على المواكبه ديالها وعلى الدعم ديالها لجميع الفنانين، شكرا على كل المجهودات اللي كتقوموا بها. شكرا للجمهور المغربي اللي كيتابعنا اليوم وحب العمل ديالنا جنيين وكيشجعنا، وشكرا على الرسائل اللي توصلنا بها، وكنتمنوا ان شاء الله ان باقي الحلقات ينالوا الاعجاب ديالكم، وحنا متاكدين من ان الاحداث الجايه ان شاء الله غادي تكون في المستوى. شكرا لكم ونتلاقاوكم بخير ان شاء الله. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالة مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.